اسمي الكامل وغانيد فاطمة هموشة، كنسكن بلوك 3 رقم 51 حي قوات مساعدة بالعمق. تعرضت للتعذيب وتعرضت للتخريب وتعرضت للإهانة وتعرضت للظلم. لماذا هذا الظلم؟ الناس في المقاطعة 7 وفي دائرة مولاي يوسف، وبعض أشخاص في العمالة، مدير الديوان ورئيس قسم التعمير. هاد الناس ظلموني، حيدوا لي حقي. ما وصلتكمش هاد المسؤولين، ما وصلتكم حتى شي حاجة، هي كيكذبوا عليكم. أنا ما غنسكتش، غنوصل أعلى مستوى على هاد الشكايات اللي تنكتب ما تتجاوبونيش عليه. أنا والناس تبارك الله وصلنا على علمي مشرفين، راه كاينين في العدالة وكاينين في الأمن وكاينين في كل شيء. المصالح اللي كنمشي ليهم أنايا، مشكلتي هي في مقاطعة 7، مشكلتي عند مدير الديوان، مشكلتي عند رئيس قسم التعمير، مشكلتي عند عميد الشرطة دائرة مولاي يوسف. اعتقلني بدون صفة، بدون حقوق، بدون مبرر، بدون حتى حاجة تعدى عليا السيد، ولكن الحقيقة راه ما وصلهاش لكم. لماذا تحيزات؟ لماذا النفوذ؟ لماذا التزوير في المحاضر؟ لماذا تلاعبات؟ لماذا الإهانة؟ لاش اعتقلتيني؟ ها؟ قطعت عليا الماكلة، قطعت عليا الدواء، وقطعت عليا الماء. ها؟ أنت اللي جيتي لعندي، أنت اللي عايرتيني، أنت اللي تكرفتي عليا، قلتي لي ساكنتي براكة. ها؟ قلتي غادي نديك نربيك، جيت على حقي. ما دقيتش عليك أنايا، أنا ما دقيتش عليك، أنا ما جيتش عندك وما تنجيش لعندك. هذه الثانية مرة وأنت كتهددني بالاعتقال. كان طالب الملف ديالي 13/1/2021 يرجع للتحقيق، والحمد لله والشكر لله. كان طالب الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، كان طالب مديريات مراقبة التراب الوطني، وكان طالب مدير العام الأمن الوطني يجي يحلوا المشكل في هذا الملف هذا، وكان طالب وزير الداخلية تلعوبات عند مدير الديوان ورئيس قسم التعمير. هاد السيد هذا فاش كنكتب شكايات كيلوحو من رئيس قسم الشؤون العامة. هاد السيد اللي جا الرئيس مسكين ما عنده حتى شي حاجة، وما شاف حتى شي حاجة، وما عالم حتى على شي حاجة. هو وكاتب العام وسي شكري والباشا، هاد الناس ما عالمين حتى على شي حاجة. أكذب عليكم مدير الديوان، راه هو اللي عنده المشكل. رجعوا لي الملف للتحقيق، غنمشي معاك للتحقيق متابعة قضائيا. تعديتوا على المرأة 25 عام وهاد الناس كيهددوني، انتقموا مني 25 عام. ماذا 25 عام ديال التعذيب؟ ماذا 25 عام ديال الإهانة؟ ها؟ هما إلا شكاو دغيا تيطوى الملف. أنا إلا شكيت لا، حيت أنا ما عنديش الفلوس، ما عنديش فلوس، ما عنديش رشوة، ما كنعطيش رشوة، والحمد لله واخا ما عطيتش الرشوة كاينين الناس شرفاء في هاد البلاد، وكنشكرهم. قال لك انا عايره الامن، يا الله يا ودي الله، انا عايره الامن، وبعدك رجال الامن انا كاع كيحترموني كاملين ديال المغرب، وكنشكرهم كاملين ديال المغرب. الا انت، انت عندك تحوزات وعندك تلاعبات في المحاضر. رجع الميل للتحقيق، غنتابعك على الانتقال تاع السوف اللي اعتقلتيني. عمر شي واحد ما دار لي داكشي درتي لي، قطعتي عليا الماكله، وقطعتي عليا الدواء، وقطعتي عليا كلشي، وكذبتي عليا. غنتابعك، غنتابعك والله لا سكت ليك، غنتابعك قضائيا، وعندي المبرر عليك. كيجيو عندك السماسريه كتستقبلهم وكتكذب، ما قلتيش الحقيقه ديال المسيره فيها 300 واحد، وما بلغتيش بتصريحات خطيره امام المحكمه. هذيك التصريحات هي على دابا كندافع، هذيك التصريحات غنقطع عليها صبابطي وغنبيع حوايجي، وغادي نوصل اعلى مستوى على ديك التصريحات وعلى ديك المسيره اللي فيها 300 واحد. 2017 21 12 ها، وما قلتيش الحقيقه، ما قلتيش الحقيقه ديال النصب والاحتيال، ما قلتيش سرقه البقعه 50 بقعه مسروقه، والتزوير
والتزوير في البطاقة التعريف، والتزوير في الإحصاء، والتزوير في شواهد السكنة. كنطالب مراجع. تحية لوزير الداخلية، هو وزير الداخلية راه عارف كل شيء. وزير الداخلية ما خافي عليه حتى حاجة. كنطالبك تصيف ليا لجنة تفتيش، لجنة تفتيش عند مدير الديوان ورئيس قسم التعمير بما فيه الفساد، فساد إداري والرشوة والمحسوبية والزبونية والاستغلال النفوذ. حنا جات عندنا الإنصاف والمصالحة، مابقاش عندنا مشكل مع المخزن، مابقاش عندنا المشكل مع المخزن. هاد السيد الكوميسير دار القضية ديال 1993، 1993 خدام بلاجندا، خدام بالهاتف. حنا ما كنخدموش بالهاتف. كتبت شكاية، ما كنكتبش ليك انتايا، كنكتب الناس المسؤولين. حرمتيني من بطاقة التعريف، حرمتيني من كل شيء، حرمتيني منه. قلت لي ممنوع عليك تدخلي للدائرة، ممنوع تدخلي للعمالة. وكان ديرك متابعة، متابعة قضائيا. وكنطلب المجلس الأعلى للحسابات في النفقة ديال جمعية مسروقة، مسروقة. وما غاديش نسكت، شكاية ديالي هما كاينين، ولكن والو ما تيجيو ولا حتى شي حاجة. القيد ني با لا، قال لك انت، قالوا لي عليك. مشيت عند كوميسير قال لي ما عندك انت والو. مشيت للعمالة هددني مدير الديوان، قال لي كتبي كتبت، قال لي غنوقف معاك وعندي الشهود وعندي أدلة وعندي كل شيء. والو، هاد الناس ما خدامينش. محاربة الفساد، محاربة الرشوة، محاربة التزوير في هذه العمالة، مقاطعة الدار بيضاء أنفا وفي دائرة مولية محاربة المحاضر الفاسدة في هذا التزوير والمقاطعة ما فيهاش مراقبة. في الكتابة رقم جوج، الكتابة رقم جوج في المقاطعة السابعة، فاسدة، فاسدة. الفساد إداري والرشوة، الفساد إداري قتلتنا الرشوة. المبرر عندي وما قال لكم حتى حاجة، والحمد لله غنقطع صبابطي سمعتي وغنبيع حوايجي. غنوصل على ديك التصريحات أعلى مستوى، غنوصل على ديك التصريحات اللي ما تقلتش أمام المحكمة. وتحية نضالية للشعب المغربي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.